لك يا لو سهلا، شرفتونا، اهلين وسهلين. اليوم بالعربجي وانتهيت مؤخرا من تصوير تيمبو، وعندك ايضا مسلسل الصديقات، لاي مدى رح نشوفك بشخصيات مختلفه هذا الموسم ما بين عمل واخر؟ والله هلا والله اشتغلت تيمبو، اشتغلت الصديقات مع الاستاذ محمد رجب، وهلا بالعربجي مع الاستاذ سيف السبيعي، كمان بحب وجه له تحيه. والله هلا حاليا في كمان هيك محكي على كم شغله، يعني ان شاء الله اجباري. هلا الممثل بده يكون مثل ما بيقولوا متقن كل الادوار الكاركترات، وانا بحب اشتغل شوي هيك على الكاركترات، يعني بحب نوع يعني بالشخصيات نوع فان شاء الله خير، نشوفكم على خير يا رب. خبرنا شوي بتيمبو وبالصديقات، شو كيف رح نشوفك؟ هلا بتيمبو والله انا هي عباره عن خماسيه تقريبا، ايه دوري ب حدا هيك شخصيته مثل ما بيقولوا رايحه طيبه وما طيبه، وشخصيه ايجابيه، ما في شيء يعني انا ضيف يعني بصراحه. والصديقات عامل كاركتر هيك بالحاره، انا والمدام غاده بشور هيك اخذين عاملين كاركتر بالحاره، كندرجي كذا ايه، ف وان شاء الله هيك. وأب سليم مثل ما بتعرفي انت امتدادا للجزء الاول. دائما عم نشوف الناس عم تميل للكاركترات، عم تساعد الفنان يمكن اكثر ينحفظ، انت برايك فعلا الكاركتر بالشكل بيخدم الممثل ايضا؟ هلا بيخدم الممثل اذا كان الكاركتر صح بنص صح، يعني الموقع الكاركتر يكون صح بيخدم الممثل، بس اذا ما في يعني في شخصيات مثلا ما في داعي الى الكاركتر، ما في داعي. الكاركتر بيجي بناء على الشخصية المكتوبة، على الشيء اللي بدنا نقدمه، وطبعا بالإضافة لبهارات الممثل يعني اللي بده يحطها. اليوم الوضع الدرامي السوري بداخل سوريا، هل عم يلبي طموحات الفنان كما يجب؟ لا ما في، لا ما في طموحات كما يجب، لا يعني على ما كنا عليه نحن قبل الأزمة وقبل اللي صار بسوريا، وين كنا وين صرنا، يعني وصلنا ل 65 عمل. هلا مين اللي عم يشتغل هلا؟ كله ما بينعدوا على الاصابع، يعني كلهم اربع خمس اعمال عشر اعمال. هي لا والله الطموحات، وما عاد صفي ورق بصراحه، ما عاد صفي. وبالاضافه انه اقحمنا بشيء اسمه بيئه، يعني ما عاد حتى الشركات الانتاج انه بيئه اوكي كذا، مدير ما عم يشوفونا كثير بالمدير، يعني في مشكله، ايه في مشكله صار. عم نشوف اليوم كثير فنانين سوريين عم عيونهم صارت على الدراما المعربه، فينا نقول شو رايك بهذا النمط الدرامي وهل ممكن نشوفك فيه؟ ايه ممكن، هي انا بالنسبه لي باب رزق بصراحه، يعني هو كل نحن ولما بيكون في نص حلو بغض النظر كان عربي كان بان عرب كان هذا، وفي رسالة في ممكن يكون ليش ما يكون طبعا، ومع أي عمل بيقدم رسالة بيقدم شيء. أنا ما مرهون هذا بالأخير، شو يعني صارت مرهونة عندي جمهور حتى بالأخير، يعني القصة البعض بيقول إنه هدول الدراما فقط للتسلية، هي الدراما ما بتشبهنا، فانت شو رايك بهذا الكلام بالذات؟ يعني هلا في شيء من هذا، في شيء ما بيشبهنا. هلا الحتوتي هلا مثل الاعمال التركيه اللي عم تتعرب، لا عم تتعرب اكيد ما رح ما بيشبهونا كتب، يعني باي بلد في لها عادات تقاليد كذا، الحتوتي بتختلف عندهم غير عنا اجباري. ولما بدك تعربيها فالمتلقي بده يكون كتير نق، بينفر من بعض المشاهد اللي هو ما بيتقبلها، فبيعمل ردة فعل انه هذا الشيء ما بيقربنا، مو عنا هذا الحكي، حقه يحكي. والجمهور صار حكم، يعني هلا صار يعرف بكل شيء، يعني وبنوجه له تحية لكل شيء عم يسمعنا. خبرنا عن علاقتك بالسوشيال ميديا اليوم، هل ممكن نشوفك على التيك توك تحديدا؟ عم نشوف كثير فنانين صاروا على التيك توك. والله لا والله صعب، ما طلعت على التيك توك، ما كتير هيك خرطت مشت القصة، يعني بصراحة طلعت مرتين أول ما نزل التيك توك، كانت بعد الكورونا والله، إيه بعد الكورونا
ايه بطلع. ما والله صعبة كانت علي، يعني ما قدرت كمل بصراحة، يعني طلعت فتحت حساب طلعت مرتين وما قدرت، يعني علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة للغاية، ما مالي بعيد يعني كليا من تواصل وبنزات وبنزات، يعني ما هو صعب، ما والله مالي كتير نشط يعني بصراحة مالي. بس ما بتشوف انه نحن اليوم بهذا العصر صار بيتطلب من الفنان ظهور؟ طبعا طبعا يعني هلا هذا عصر السوشيال ميديا كلنا بنعرفه، بس ما بعرف والله، يمكن انا مقل كسلان كذا هيك شيء، بس يعني ما في محتوى خاص، ما في شيء ببالي. انا عملت طبعا مجموعه 12 لوحه اسمهم فلسف اذا شفتوه، فطلعت هيك عملنا هيك تجربه على السوشيال ميديا على الاستاذ موفق، كمان نوجه له تحيه والله، ولاقت اقبال يعني، بس انا يعني انا كسلان بصراحه، انا كسلان. اي والله الفنان وائل زيدان نورتنا بالفوشيا، شكرا كثير لحضورك معنا. الله يخليكي نورتونا، اهلين وسهلين، شرفتوا يا اهلين وسهلين.